نجم على مسرح جديد، مسرح له جماهير بالملايين. تراجع لشخصيتي القديمة قوي، ممكن أسأله عن مروان. بيعبر عن موجة جديدة، موجة هتكمل حتى لو وقفنا قدامها. طب ما في حاجة في النص هنا اتعمل لها نوع معين. ما فيش حاجة منها لمستك؟ معروف عني إن أنا عمري ما عملت كده. دسك وقال ألماني وعمل لي مهرجان. المهرجانات دي حاجة وإحنا حاجة. عمرو دياب ومنير بقى قدام يا مروان. ما الألفينات قديمة، عامل إيه؟ أنا هعيط. أنت بتبقى أنت اللي ما فيش شبهك في بلدك في الوقت ده. ممكن تبقى متضايق من حد ومش عايز تدسه. يا عم حتى لو أنت أجمد قولها لي بشكل فيه إبداع، يعني إبهرني. الراب بيحفز العنف. أنا اديتك كتف بس هي مش فاول، انا ما ضربتكش تحت الحزام مثلا. كل الكلمات رايحه في سكه انا اجمد منك. مش انا اللي هقول لا يا عم خلاص بقى بلاش مشاكل. حقيقي الراب ليه جمهور كبير جدا، وحقيقي الراب ليه أوقات يتسمع فيها وبيعبر عن اللي الواحد حاسه. فكرة إنه الرابرز ومنهم أنت تبقوا مستسلمين لفكرة إن أنتوا مش مفهومين، يعني مروان بابلو رمى المايك على المسرح لأنه مش عارف يتعامل بفرقة وموسيقيين. اللي احنا بنعمله ده شبه برضو جيل معين في التسعينات مصري عمله، مع إنه كانوا ماشيين على خط مزيكا حميد الشاعري مثلا. حميد الشاعري حصل له مشاكل، مع انه كان لما تيجي تبص له من دلوقتي واحد زي يقول لك طب ما هو بس بيعمل تطور اللي انتوا كنتوا بتعملوه، انما لا وقتها ده كان وحش، كان بيتهاجم طبعا. فاحنا دلوقتي بنتهاجم احنا طبعا، بعد مثلا 10 سنين احنا تمام، الناس عرفت ان ده موجود وممكن احنا بقى اللي بنهاجم الناس الجديده، فاهم قصدي؟ انا نفسي بس ان احنا نتفهم من باب ايه، انه ومش قصدي ده بشكل وحش يعني، بس أكيد. احنا امر واقع يعني، خلاص الناس بتحب ده، الناس بتسمع، الناس مش عارف ايه. احنا عايزين بس ان احنا نفرح الجمهور ونعمل حاجه. انا في الاخر على فكره بمثل مصر وبنافس دولي، وفي ناس في المغرب وفي ناس في السعوديه وفي ناس في الدول العربيه، كلنا يعتبر تحت فاهمه، تحت كده امبريلا كبيره اللي هو فيها منافسه لان لغه واحده. فمثلا حاليا يقول لك من سنتين مثلا، من سنه كده عدينا المجال المغربي. دلوقتي نمنا شويه، لسه باصص امبارح لا المجال المغربي عدينا تاني. طب ما انا مش عارف انا عايز في الاخر اعمل نجاح عشان يبقى شكلي جامد. انا عايز انافس بالظبط، عايز انافس. فانا نفسي ان انا الناس تساعدني، انا كل ده بعمله. ليه نمتوا؟ ايه اللي نيمكم؟ ايه اللي نزل ادائكم ومستوى المنافسه بتاعك؟ في كذا اسم كبير بقاله فتره مش بينزل حاجه، فاهمه؟ في الضجه القديمه اللي كنا بنعملها كان فيها فيديو كليب اكتر، ده لازم يرجع. كان في ابداع اكتر. ده اسبابه ايه يعني؟ مين الاسامي الكبيره اللي بقالها فتره ما نزلتش حاجه؟ لا بدون ذكر اسماء يعني، هو بس لا قول، ده انت بتقول عليهم اسامي كبيره. لا 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 يعني. والله ان هو كذا اسم يعني، مش عايز اظلم حد. ما انا بص بقى، سبب ان انا مش عايز اقول الناس لان الله اعلم الظروف. بس في كذا اسم كبير مش بنفس مش بينزل كتير زي ما كان بينزل في 2020 و2021 و2022. فده دي حاجه موجوده. كنا بنعمل بقول لك فيديوهات اكتر، كان في كده اوكي. لا 2019 2020 2021، لا في فيديو كليبات بتحصل. انا قبل كده اتحطيت في حاجات خلتني كذا شهر مش عارف انزل مزيكا. طبعا ناس من بره بتقول لك ايه يا عم انت بتنزلش ليه. فالله اعلم كل واحد ممكن يبقى عنده ظروف. اللي انا بقول ان هو ما نزلش بقاله فتره ده الله اعلم ظروفه ايه. بس انت في وقت قلت ان الراب في مصر هيواجه مشاكل كتير لاننا ما بنحبش بعض. يعني دي حقيقه. لان احنا في الاول وفي الاخر مثلا لما بيحصل لنا حاجه معينه ما بنعرفش نتحد، فاهمه؟ بتبقى المشاكل اللي بين الناس اكبر. حاجات شبه أزمة النقابة مثلاً؟ يعني مثلاً، أو حاجات عموماً جوه المجال بقى، حاجات داخلية مش بس دي. بس إنتاج مثلاً بالظبط، عايزين منع حفلات. احنا لو قعدنا مع بعض اتحادنا هيبقى فيه، بس فيه أنت بقى ساعتها ما ينفعش تعمل ده لو في عقليات مش عايزة تعمل ده. لو في ناس دماغها مش إن احنا لا يا عم أنا أقابلك ليه، أنا نفسك طيب خلاص يا عم نافسنا. هو شايفك منافس. هو عمره ما هيقدر يشوف إنه تعالى نقعد على ترابيزة واحدة ونسيستم الدنيا نبقى خلاص. احنا في الاول وفي الاخر احنا في اوضه واحده. يعني احنا كمجال راب على فكره احنا زي ما بننافس بره مصر وبتاع، طب ما احنا بننافس المهرجانات، طب ما احنا بننافس البوب المصري، ما احنا بننافس اصلا الجانرز الثانيه. طبعا من سنتين كنا احنا
عاملين كويس قوي في المنافسه دي دلوقتي. طب ايه يا جماعه في ايه؟ احنا مش يعني ايه اللي بيحصل يعني؟ فاهم قصدي؟ في زي المستوى نزل، الارقام ممكن نزل. الاسامي الكبيره اللي بتتكلم عنها يكونوا ما بيشتغلوش زي الاول بسبب اللي انت قلته، انه مستوى الكلام ما بقاش بيخرج من ال 14 جمله دول او ال 14 كلمه دول زي ما انت قلت. لا لا، لان الاسامي الكبار دول هم من الجيل المؤسسين يعني، فدول عمر ما هتلاقي عندهم كلام متكرر او كده. ممكن تلاقي كلامه مش بقوه كلامه القديم، بس دول مش الناس يعني اللي بيعمل كده اكتر الجديد، لانه بيعمل اللي قدامه، فهو بيشوف اللي قدامه بيقوم منفذ بيعمل زيه. فاهمه؟ الدور على الناس اللي بتعمل المزيكا يعني، الدور مش على الجمهور دلوقتي، الدور على ان انت تبهر بقى الجمهور تاني وتعمل الكليب الجامد تاني وتثبت بقى انه ليه الراب ده مميز. ده انت كنت بتهاجم الجمهور في فتره، كنت بتقول الراب انتصر على كل خصومه الا الجمهور الا الفانز. ده كان افيه، كان قصدي يعني ايه، كنت بقول، كنت بضحك لان انا كنت طالع لايف، وانا يعني ما بحبش اطلع لايف ساعات، لان جمهورنا احنا ايه، احنا المجال اللي بيشتم وبيتريق على ده ويلا انت مش عارف، فانا طبعا شتيمه والتنمر، فانت كل ده بيرجع لك وانت في لايف مع جمهور. انت يعني جمهور ده مثلا لو انا كنت بغني اغاني حب واغاني جميله زي التسعينات اللي احنا بنتكلم عنه ده، الناس لما تشوفني هيقولوا اه استاذ مروان انت، هيعاملوني بالحب. هم دلوقتي بيشوفوك ده اصلا في جمهور بيلينك الرابر يعني، بيشوفني كده فبيفتكر اصلا التنمر والروشنه، فهو فاكر ان هو لازم يقابلنا يا برو ايه انت، فهو داخل عليك يا اصلا يعني هو عايز يروش عليك. فانا بفتح لايف بلاقي الناس بتروش عليا وانا فاتح لايف عادي. فانا بضحك بقول لهم انا مش هبص اصلا في الكومنتات لان انا قديم وعندي خبره، فانا مش هقعد افتح كومنت ايه انت بتقول ايه، لان هتقفل، هقفل اللايف على طول، هلاقي كومنتين كده هيقفلوني. فانا بهزر معاهم بقول لهم انه يعني الرابر على قد ما هو جامد وقدر بقى انه يشتم ده ويدس في ده، وانت جامد قوي، هتيجي قصاد فان هيعمل لك كومنت واحد على بيج هيجيب 150 لايك وهيبقى كومنت هيجلدك يعني، هيجيبك ارضا. فاهم قصدي؟ فالجمهور بتاعنا اشد حاجه في المجال بتاعنا، الجمهور بتاعنا صعب. وانتوا عندكم دي كبيره يعني عند الرابرز، ان حد يضحك الناس عليا او ان حد يعلم عليا، دي كبيره قوي. دي ده الموضوع اصلا. الفنان عمرو مصطفى قال ان الرابرز بيشتروا بيتس جاهزه ب 100 دولار وب 200 دولار وب 300 دولار. لا يعني بصي، يعني طبعا مع كامل احترامي للاستاذ عمرو مصطفى يعني، بس هو كلامه مش صح لانه تعميم. فاهمه؟ انا مثلا انا وغيري من بروديوسرز حقيقيين 100% عمري في حياتي ما خدت حاجه جاهزه. طبعا بنعمل حاجه اسمها سامبلينج يعني، انا ممكن اخد اغنيه جامده قوي برازيليه مثلا من السبعينات لقيتها فيها بيانو عجبني قوي، جبتها، جبت البيانو الاولاني غيرت فيه شويه، حطيت عليه الدرامز بتاعتي، حطيت عليه الحان بالكوبي رايتس وكل حاجه، ولا اقتباس كده؟ يعني بتبقى مثلا الاغنيه دي، مثلا عندي اغنيه اسمها ذهاب وعوده، الاغنيه دي متاخده من مش عارف اغنيه برازيليه، فبيبقى محطوط الكوبي رايت بتاعها. فمحطوط الكوبي رايت بتاع الاغنيه. ده مش طبعا سرقه، لان ده جزء من الاصل الراب، لما اللي خلاه جامد في امريكا انه دول كانوا ناس امكانياتهم بسيطه جدا، عشان يعمل اغنيه قدر انه يجيب اسطوانه وبعدين يجيب جهاز، بقى بيعمل بيت بامكانيات قليله جدا. واحنا حتى يعني لو الراب ابتدى هناك بقى في الثمانينات وبتاع، لا احنا في 2018 و17 انا واحد امكانياتي بسيطه جدا، معايا لابتوب، معايا سماعه كده، حتى هي مش سماعه بجد، حتى الميكروفون بتاعي كنت بسجل بريكورد كده بتاع سينما او بتاع زي اللي احنا شغالين بيه دلوقتي. تمام؟ فانا امكانياتي بسيطه، تمام؟ فبعمل بيت من اقل حاجه. انا شفت بروديوسرز في الراب بجد ممكن ياخد صوت الغساله مثلا، يسجل كده شويه منها ويعمل منها مزيكا كامله. فبروديوسرز الراب من اشطر الصنايعيه اللي بيعملوا بيتس بابداع بامكانيات قليله، يعمل حاجه قوي. ماشي؟ طيب هل في بقى ناس بتستخدم حاجات جاهزه؟ في، لما الراب انتشر قوي ودخلنا في 2019 و20، انا ممكن اشتري حاجه اسمها ميلودي باك، بينزل لي كده 20 لحن جاهز. انا عمري ما هستخدم ده، لان انا اصلا ممكن اخد اللحن ده اسمع بكره اغنيه في سبوتيفاي الاقيه
معاه نفس الحاجه، ما هو باك طبعا موجوده للناس، فانا بصمتي راحت. طبعا. طب ليه؟ ما انا ممكن اقعد دلوقتي مثلا بجد نص ساعه امسك لحن اشقلبه وامده وارجعه اعمل حاجه بتاعتي عمري ما هسمعها في حته في الحياه، انا بحب اعمل كده. طيب هل في بيتس اشتريها؟ اه عملتها قبل كده، كتبت على بيت في يوتيوب اغنيه اسمها ادريانا ليما، البيت عجبني قوي كتبت عليه الاغنيه اشتريته $30 او تقريبا خدته $100 لان خدت اللايسنس بتاعه. خدت اشتريته غنيت عليه، انا رابر على فكره بكتب يعني، الناس جايلي عشان كتابتي وعشان اللي انا بقوله، فغنيت على الاغنيه دي وعادي ما حصلش حاجه، الناس ما قالتش حاجه، انت فاهمه قصدي؟ ف يعني قصدي حتى لو هو اللي بيقوله صح ف هتبقى عادي لان الرابر بتاع الكلام. بس ساعتها يعني اخر حاجه هقولها على الموضوع اللي هو ما تعملش كده كتير، لان احنا لينا بصمه على فكره مصريه وبتاع، انا لما بعمل مزيكا بنفسي بقدر احط فيها البصمه المصريه. لو خدت بيت من على يوتيوب طب انا ايه لازمه ده؟ ما تقدرش تدخل عليه حاجات تانية فتبقى فيها برضو بصمه مصريه؟ ماشي على حسب كل واحد، بس في ناس كتير دلوقتي شغالين بيعملوا مثلا 10 اغاني. عايز اقول له يعني على فكره ال 10 مزازيك اللي انت واخدهم دول البيتات دي كلها انا ممكن افتحها على يوتيوب بكره. فده فشل نوعا ما، لان يعني طبعا. فين بصمتك؟ يعني انت عندك فرصه تعمل بصمه، اخترت انك تعمل بصمه زي واحد في امريكا. فين قدرتك على الابداع؟ فين قدرتك على الابداع وفين البصمه في الاخر؟ فين الحته بتاعتك انت؟ بتاعتك انت وبتاعت مصر دي لازم بالنسبه لي. لازم يبقى في حاجه بتدل على ان ده دلوقتي واحد مصري. عندنا تراث كبير قوي، عندنا ستايلات كتير، عندنا آلات كتير. انت فاهمه؟ فليه الفنان عمرو مصطفى يقدر يعمل لك البصمه دي؟ الفنان عمرو مصطفى طبعا يعني ما اعتقدش ان هو، انت عارفه هو راجل اكسكلوسيف جدا. ايوه. وبعدين دول بيلحنوا فده بيقول لك جمله لحن جميله هو يلحنها لك. فانا لكن واحد مش بيت بتاعت راب، فانا مش صوت. انا مش صوت عشان اجي اقول لك انا مش كده، انا ممكن عندي رص زي ما بقول لك. فما اعتقدش ان هيحصل هنا كيمياء ما بين العالم ده والعالم ده. فاهمه؟ ده غير ان ما اعتقدش ان هو متقبل اللي احنا بنعمله عامه يعني. اعتقد العالم التاني ده كله مش متقبل العالم بتاعكم؟ لا مش كله. شفنا حميد الشاعري معايا في حلقه ريد بول صالونات مثلا. وحميد صاحبي وحبيبي، انا عارف حميد مجدد اصلا. بالظبط. صاحب مدرسه جديده حميد، اللي هو هيقول لك الراب جامد. احنا كنا يعني حميد نفسه بيقول لي لا ده كان اسمه ريستاتيف زمان وكنا بنعمله كده، وهو من اول الناس اللي عملته. فحميد حس ان هو متقبل ومتجدد زي ما انت قلت، ان هو دايما ايوه يبقى في الجديد. ايوه. ففي ناس كتير في العالم ده لا بتحبنا وعايزه تفهم احنا بنعمل ايه وحابين ده. يعني فهي مش كله مش كله ضدنا، بس طبعا في جزء كبير ضدنا. اصل ناس قاعده بتلحن وبيجيب كمانجا وبيجيب حاجات كتير قوي وعازفين واوركسترا، فبيجيب بص عليك اللي هو يعني انت هتقعد نص ساعه وتعمل لي بيت وتغني وانت في ساعه خلصت الاغنيه وتعمل ملايين المشاهدات وتعمل مشاهدات كتير كمان، فده مش جايه معاه فهمه. بس ساعتها ممكن اقول له لا احنا بقى احنا اعتقد ان نجاحنا دلوقتي بسبب ان احنا متشافين من الشباب ان احنا زي الشعرة. انت ما تقارنيش قوي بمطرب. انت ممكن تقارني بشاعر زي ما الناس كانت بتتابع شعرة مثلا معينين في السبعينات وفي الثمانينات، اللي هو انت كشاب ليك شاعر بتحبه مثلا. انا دلوقتي كرابر اعتقد ان انا بالظبط ما بين المطرب والشاعر. انت بتيجي بتسمع مني جملة تعجبك اكتر من ما بتسمع عندي لحن ابن كلب ملوش حل. فاهمه قصدي؟ جاي تسمع جمل مش جاي تسمع مزيكا، وجاي تسمع عن الذات وعن الحياه وعن بره عن حته الدس وان. أيوة. انا جامد. لا انت بتسمع عن الحياه وعن مشاكلي، مش دايما بتسمع مني اغنيه حب مثلا. بتسمع عن الالم وعن الخوف وعن بالظبط بالظبط. مره كتبت حاجه بما معناه انه هل الفن حرام؟ عندك صراع مع نفسك في حتة حرام ولا حلال؟ أنا نفسي شايف إن هو يعني أنا عارف إن ده طبعاً توبيك عليه جدال كتير. ماشي. بس أنا شايف إن الحاجات بس أنت تسألت يعني. أنا تسألت لأن عايز أعرف دماغ الناس فين. معظم الناس شايفة إن هو حرام، يعني الناس بتسمع مزيكتنا وشايفين ده غلط. أنا شايف إن الحاجات المحرمة واضحة قوي أكتر من كده. أنت الناس اللي بتقول المزيكا حرام جايبة ده من مش بوضوح، يقول لك اتقالت هنا واتقالت هنا.
فانا شايف انه لا، هي لو محرمه كانت هتبقى واضحه وصريحه، اللي هو الغنى والمزيكا الاثنين حرام كده وش. يعني انت كنت بتسال عشان تعرف دماغ الناس؟ أنا عايز أعرف دماغ الناس بجد. انا عايز اعرف الناس دماغها فين عشان ابقى فاهم وانا بكلم الناس، ان الناس اصلا شايفه ان انا مثلا بعمل حاجه حرام ولا لا. فاهمه؟ كنت حاسم الصراع ده جواك وانت بتسال؟ قبل ما ابدا من زمان، من كذا سنه يعني دخلت وبحثت في الموضوع ده جامد. فوصلت زي ما بقول لك في الاخر حته ان هو لا، الحاجات المحرمه بتبقى واضحه قوي، اللي هو واضحه وصريحه. فاهمه قصدي؟ فاهم. فبس من الصراعات للمورال مع مروان موسى. مروان موسى، المورال، ايه اللي يخلي مصر تقدر تنافس دوليا في الراب واحنا عندنا رابرز جامدين جدا؟ اعتقد اللي ناقص الراب في مصر ان هو مفهوش مكنه. فاهمه يعني؟ بمعنى ايه؟ في مكنه السينما في مصر، مكنه الاعلام، مكنه اللي هو كل دول زي تحسهم عالم كده، اللي هو آلة صناعه قصدك؟ اه بالظبط. تمام. احنا كل رابر لوحده، مفيش كده عالم كامل بيجمعنا والميديا بتاعتنا والمش عارف ايه. فيمكن احنا محتاجين تغطيه اكتر، محتاجين دعم اكتر. زي يعني مثلا الغنى البوب المصري القديم، انت لو نزلت اغنيه او البوم بيجي لك ناقد بيمسك الالبوم بتاعك من اوله لاخره بتفاصيله بكل حاجه. احنا مثلا دلوقتي اللي بيعملوا ده عندنا ناس برضو من جيلنا ومش عارف ايه، فاحنا مش واخدين التغطيه اللي هي تخليني يعني. مصر طبعا اكبر بلد اعلاميا في الوطن العربي. انا لو جالي دعم 10% هروح، زي ما الممثل بتاعي في مصر بيتعرف في المغرب وبيتعرف في الكويت وبيتعرف. فاهمه قصدي؟ يعني الآلة الإعلامية دي بتزق الفنان المصري وبتخليه في الوطن العربي كله. صحيح. إحنا بنعمل ده لوحدنا. فاهمة؟ فيمكن يعني ليه لا، ليه ما يبقاش أكتر تعاونات ما بين الإعلام وتغطية على الراب تحديدا وبتاع. وكفاية بقى النظرة بتاعت الناس الغريبة دي بقى يا جماعة، الناس اللي إحنا مش فاهمينهم دول. لا يا عم، إحنا ناس بنقدم مزيج. لا، هي الحقيقة إنه هو لو إحنا مش فاهمينهم في جماهير عريضة. أيوه. فهماهم وحباهم ومشترياهم. بالظبط. وزي اللقاء اللي احنا بنعمله دلوقتي، احنا بنفهم يعني العالم بتاعي، انا بفهمك العالم بتاعي اكتر. فاهم قصدي؟ فده الحاجات دي بتساعدنا، لان زي ما بقول لك الآلة دي كبيرة قوي في مصر بالذات. فاهمة؟ فده هيساعدنا طبعا. ايه اللي النقابة تقدر تقدمه للرابرز عشان يبقى عندهم شكل الدعم ده واشكال دعم تانية؟ والنقابة كده كده ده أكبر حاجة بتدعمني في مصر، يعني نقابة الموسيقيين ده زي بيتي. فاهمة؟ زي أي شغلانة والنقابة بتاعتها. فاهمة؟ فأصلاً يعني ده بس. هو أنا مثلاً لما أشوف رابر واقف على الستيج وراه فرقة، ما هو ده منظر عبثي، ما هو ده منظر يضحك. بصي، في الأول وفي الآخر يعني مثلاً الأستاذ مصطفى كامل هو النقيب. فده بالنسبة لي أنا بعتبره كأنه أخويا الكبير. أخويا الكبير ممكن ساعات يقول لي اعمل كذا، أنا مش فاهم، بس أنا إيه هسمع اللي هو بيقوله. عندك ثقة فيه؟ آه. وهشوف. وفي الأول وفي الآخر الناس دي عايزة، مش عايزة توقعني مثلا. الناس دي لا، الناس دي عايزة أكيد اللي هو بيقوله لي ده حاجة هتبقى أحسن. يعني مثلا الأستاذ مصطفى كامل بيقول لي جرب، هو قال لي جرب شوف العازفين انت هتتبسط، انت مش عارف. فاحنا في التجربه دي حاليا. خلي بالك، المغني الراب لما بيبقى جامد قوي في امريكا مثلا بيبدا هو من نفسه يقول انا عايز اطلع مع عازفين لايف. بيبقى قرار هو واخده بعد ما بيوصل. فاهمه؟ فهي مش هي بتحصل، بس هي طبعا صعب ان انت تعملها وانت مش فاهم. ده اللي بيعمل ده بيبقى وصل حته ان هو عايز يفهم وعايز. فاهمه؟ بس احنا في مرحله التجربه، وبن يعني بنحاول نشوف
يعني هنعمل ده ازاي؟ عشان برضو تاريخ مصر في الغنى قديم، احنا مش اول ناس تفرض علينا ده، كان في ناس عايزه تغني بفلاشه زمان وتشاف ان ده غلط، بس المزيكا كانت مختلفه. ده بقى اللي احنا عايزين نقوله، ان لا احنا مزيكتنا فعش اجيب طبله او لايف درام تعمل الكيك بتاعتي او الدم بتاعتي. الدم بتاعتي دي قعدت هندسها يعني قعدت ساعتين بهندس الصوت بتاعها عشان تبقى على المسرح صوتها كده، فاهمه؟ فانا ما ينفعش افقد برضو الروح بتاعتي، فاهمه؟ بس فاحنا عايزين بس اللي هو ايه تاني، اللي هو يعني الناس برضو تقرب لنا وتفهمنا اكتر وتشوف احنا بنعمل ايه، وساعتها اكيد هم هيدونا اللي هو ايه هيزقونا في الاتجاه الصح اكتر. بس يعني ايه حتى لو انا مش ذوقك افهمني واحترم ان انا موجود. يعني بالظبط، وما يتشافش يعني مش اصل اقول لك حاجه، انا عارف ان عشان الصنعه بتاعت الغنى القديم في مصر مختلفه. فانت بتبص لي وبتقول دي مش مزيكا انا بعتبرها حاجه كبيره. بس مثلا في العالم بتاعي احنا بنعتمد قوي على الكتابه، الجمله بتاعتي فاهمه تبقى جمله طويله فيها حروف صعبه فيها مش عارف ايه. طب ما انا ما ببصش على الغنى القديم المصري واقول ها الكتابه سهله. يعني انا برضو ايه شايلك فوق راسي وعارف محترم امتك وجودك ومحترم. بالظبط بالظبط، لان دول في الاخر الاساتذه فاهمه. فانا عمري ما ابص له نظره سلبيه، فانا بس نفسي في نفس الحاجه اللي هو واحد يبص لي يقول طيب هو الماده الفعاله اللي في مزيكته حاجه تانية، حاجه بتيجي من حته تانية. الفان عايز يحفظ رص سريع ويقول دي 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 ويحفظها ويغنيها معايا بيجي له احساس جامد، حاجه تانية جيل جديد فاهمه. فنفسي يتشاف انه لا ما انا اكيد ده فن، لانه هو لو ما كانش فن ما كنتش اصلا هتسمع، يعني ما كانش في واحد شاب كده هيحبني. مين اللي اتظلم اكتر في مصر، الراب ولا المهرجانات؟ المهرجانات طبعا، احنا خدنا حقنا وطلعنا في اعلانات وفاهمه قصدي، اتشافنا اتعمل لنا احترام فاهمه قصدي اكبر. للاسف انا مش دي حاجه ما تبسنيش لان انا عاشق المهرجان. فلا المهرجانات طبعا اتظلمت، ده اكتر من اتظلمت، الناس دي عملت حاجه من ولا حاجه. انا كمستمع ما اقدرش اعمل اي حاجه غير ان انا ابص المهرجان وابقى استعجب انتوا ازاي ناس باقل امكانيات بكمبيوتر قديم وبسماعه عامله كده خليت اغنيتك في مصر كلها تتسمع، ده انجاز بالنسبه لي. فدول اتظلموا اكتر مننا بكتير لان ما بيتقدروش فنيا. لازم ابدا اغير نظرتي بقى للناس دي، وانه مش عارف ايه لا فن جدا وفن بامكانيات قليله جدا، فلازم يتحسب له نقط دبل ان انت واحد عملتها بزيرو امكانيات لازم تتحسب له. في مصر بنخلط الطبقيه بالفن؟ طبعا، ما هي ده سبب ان المهرجانات مش واخده حقها او ما خدتش حقها في الزمن اللي هي كانت فعلا كل واحد في مصر بيسمع مهرجانات في زمن معين وكانت مؤثره على الحاله العامه حقيقي فاهمه قصدي، اتهاجمت بس وقتها، ما حدش قال ايه ده دي بذره حاجه رهيبه، دي حاجه بجد كبيره، طب ما تيجوا عارفه لو كان المهرجان اتشجع كان على ما وصلنا 2019 و20 كان المهرجان ده اتطور. صحيح. وبقى الحاجات اللي الناس ممكن مش قبلها زمان تطورت من نفسها. صحيح. بس احنا لا احنا هاجمناها ده غلط ده مش عارف ايه وازاي والذوق العام. فازاي هتبقى انت فان راب في مصر؟ يعني انت لو فان بوب مثلا عادي ما تحبش المهرجانات من حقك. عادي مش هقول لك حاجه. انما انت لو فان راب ايه عذرك انك بتحب الراب؟ يعني انت بتحب 50 سنت وترافيس سكوت بس انت مش راضي تحب المهرجانات اللي في مصر. عايز اقول لك على فكره مغني المهرجانات اللي انت باصص له كده ده هو بالظبط ترافيس سكوت و50 سنت، هو بالظبط نفس الشخص، بس عشان انت الشخص ده بره وبتاع فانت شايفه ان هو واو امريكاني وايه ده غربي وجامد وبتاع فاهم. فده عدم وعي كده معين فاهم قصدي، اللي هو لا انت فانت كفان راب ممنوع انك تضطهد المهرجانات، نقطه، ممنوع ما ينفعش فاهم قصدي، مش منطقيه والله. ايه اللي عديت بيه في مشوارك ندمت عليه؟ عندي تفاصيل صغيره اللي هو يعني
مروان انت عملت ألبوم فلوريدا مثلا، قررت وقتها انك تعمل 13 اغنيه بشخصيه واحده وبصوت واحد. ندمان بشكل بسيط دلوقتي لو عايز اقول له لا لا مروان نوع جوه الالبوم ده، انت مش لازم تعمل كله شخصيه واحده. بس بعدين ممكن صوت تاني يجي يقول لي طب مروان انت فكره انك كنت شخصيه واحده وقتها ثبتتك قوي مع الناس في الزمن ده. فبقول تمام. عندي فيديو كليب مثلا بتاع اغنيه اتاخرت عليها 8 شهور وبعدين يعني الاغنيه نزلت، قعدت 8 شهور اغنيه نهايه العالم وقمت منزل لها كليب. الكليب ده المخرج قال لي ما تغنيش، اطلع مثل، يعني بمثل ان انا داخل بيت ومعايا سلاح وبتاع. لا ندمان، كنت تغني، الناس عايزه تشوفك بتغني، الناس مش عايزه تشوفك في مشهد تمثيل، الناس عايزه تشوفك قصدت الكلام ازاي وانت بتقول. فحاجات كده بسيطه، بس ما عنديش حاجه كبيره اقدر اقول لك لا فاهمه انا ندمان قوي عليها. ايه الحاجه التراجيدي اللي في حياتك اللي تخطيها صعب ما بتنساهاش؟ عندك حاجه عامله كده؟ يعني اعتقد موضوع والدتي بقى كان حاجه مدتها طويله، فهي مش تراجيدي، فاهم قصدي؟ بس زي اي حد مثلا شاف والده او والدته في حاله كده اللي هو في مرض مثلا وبتاع واضطر ان هو يكون الشخص اللي معاه، بتفضل دايما عايشه معاك الذكريات كده، لان انت ما تستحملش ان حد انت بتحبه تشوفه متألم. ايه الأمنية اللي حاططها قدامك ومصر انك هتحققها؟ يعني هتحققها مش هتتنازل عنها ابدا. هتحققها؟ بص انا ما عنديش زي أمنية واضحة كده اللي هو الشيء ده. بس انا عايز ابقى يعني عايز بس في يوم من الايام في حياتي كده اقول قصاد نفسي اللي هو مروان انت عملت في المده اللي انت كنت شغال فيها، في السنين اللي انا دلوقتي اكتف فيها، انت عملت اللي يخليك زي ما انا. يعني انا في طفولتي متاثر بناس معينه اللي هو فلان ده اثر عليا قوي، اثر على شخصيتي، افلامه، افلام فلان او مزيكه فلان او حاجات فن يعني. فانا بس عايز اوصل كده في وقت في حياتي، ممكن ده يبقى كمان 20 ان انت تبقى فلان ده بالنسبه لحد قصاد نفسي، ان انا عارف ان انا عملت ده، ان انا عملت اللي انا اكتر حاجه قادر عليها. ممكن ابقى انا ساعتها عندي مثلا يعني ممكن كمان 20 سنه ابص كده على اللي انا عملته واقول مروان لا انت عملت كل اللي انت تقدر عليه، انك فعلا عملت تاثير وعملت شغل انت راضي بيه، سواء بقى حتى يعني مش لازم بس مزيكا. لو انا كمان 20 سنه دي هبص على حياتي واقول اوف انا اخرجت فيلمين مثلا فهبقى مبسوط اكتر، لو مثلت في كام حاجه فعملت يعني حاله للناس. زي يعني دي حاجه ليها علاقه بمصر شويه، لان احنا برضو بلد الفن والمزيكا والسينما وبتاع. فانك تتحط كده في حته العمالقه، زي احنا دلوقتي في مسرح نجيب الريحاني مثلا، فانت حاسس لو اوف ده حد ادى كتير فبيدي، يعني الشغل اللي هو عمله خلاه اتبنى عليه شغل من جيل بعده ومن جيل بعده. فانت بس بتقدر تبقى جزء من القصه. ده اللي انا يعني نفسي. عايز تبقى جزء اصيل من قصه فنيه كبيره. بالظبط، مش عايز ابقى جزء غربي منها، مش عايز ابقى تفريعه غريبه حصلت واحد، لا انا عايز ابقى فعلا جوه القصه المصريه دي في الفن يعني، فاهم قصدي؟ هتقف على المسرح وتقول اي حاجه انت عايز تقولها للناس من قلبك بدون اقنعه بدون افتعال. ماشي، اتفقنا؟ اتفقنا. تطلع على المسرح. لو هقول كلمة دلوقتي من القلب من غير قناع، فأنا عايز أوجه كلمة بس لجمهوري والناس اللي متابعاني من زمان. عايز أعتذر لكم بصراحة، لأن بقالي حوالي سنتين مش بسأل عليكم ومش متابع معاكم، كأننا الناس عيلة أو صحاب، وبقالنا أنا بقالي سنتين مش بسأل عليك، مش بطمنك عليا ومش بخليك تتابع معايا الجديد. ده بسبب فترة صعبة كنت عايشها، مش بسبب إهمال أو بسبب إن أنا مش مهتم أو كده. عايز أرجع تاني للعلاقة اللي كانت بينا، لأن دي من أحلى الحاجات اللي أنا كنت عايشها،
الفترة اللي احنا كنا مع بعض ومتابعين فيها وبتاع. الواحد ساعات الدنيا بيبقى فيه كعبلة وانا محطوط في حتة ان انا نجم، يعني ليا دور برضو بس بره عن كل ده. انا انتوا عارفين انا ما بتعاملش كده معاكم، وان راجع معاكم في المود القديم اللي احنا كنا فيه وبتاع، وان انا بجد يعني بحبكم وبحب اي حد حبني او تابعني او بعتلي او حس باللي انا بعمله بجد من قلبه. انا حسيت بيك برضو. يلا بينا نرجع بقى عشان نكسر الدنيا.